او مفيش فلوس في البلد ومفيش دخل. تفرق كتير في الاصليات في العدد الاصلي، والسامسونجات عماله الاسعار برضو بتوع الاسعار بتاعت السامسونجات عماله ترخص كل شويه، بترخص. يعني اللي شايل مثلا تليفون ب 2400 جنيه ممكن مره واحده يلاقيه ب 2800 جنيه. حتى الزبون ممكن يخسر والبائع ممكن يخسر من الشركه ممكن ترخص الجهاز، ترخصه مره واحده. ممكن مثلا فرق اسبوع تلاقي الجهاز رخص مره واحده، فرق اسبوع الجهاز ممكن يرخص 500 جنيه، الزبون بيخسر والتاجر ممكن يخسر عشان الجهاز اتضرب سعره، الشركه ضربت سعره. عشان الناس تفهم، هو لما سعره يقل انت هيضرك في ايه؟ ولا انت هتبقى شاري شاري قبل؟ ما انا بقى شاري بسعر الزبون اللي شاري بيه مع الفاتوره القديمه، ممكن ما كنتش اعرف ان الجهاز رخص، بروح مثلا يقول لك سعر النهارده غير سعر امبارح، سعر امبارح غير سعر النهارده، لا الاسعار مش مظبوطه. الدولار كل شويه بيعلى، كان ب6 جنيه وصل 6.5 لغايه 7.5، والناس ظروفها تعبانه خالص. شارع عبد العزيز مشهور، في ناس كويسه جدا في شارع عبد العزيز وفي ناس وحشه، مش كل الناس كويسه في شارع عبد العزيز، وفي ناس غلابه كتير قوي مش لاقيه تاكل في شارع عبد العزيز، في ناس غلابه جدا في شارع عبد العزيز مع عيال وفاتحه بيوت وظروفها تعبانه. يعني في ناس من الشغل لما رايح قاعده في البيت بقى لها شهرين ما بتنزلش، في ناس قاعده بثلاث اشهر بتصرف من فلوس اكل عيش من راس المال، بيصرفوا من جيوبهم ومفيش دخل، هل انت متوقع السوق يمشي ممكن بعد الرئاسه مثلا؟ يعني ممكن هل الدنيا تمشي؟ يا مسهل، احنا نفسنا اللي الدنيا تمشي، احنا نفسنا اللي الدنيا كلها تمشي والناس كلها تبقى معاها فلوس. اغلبيه الناس اللي معاها فلوس ما بتسالش في الناس الفقراء جدا خالص، يعني الناس اللي اغنياء عمرهم ما بصوا للناس الغلابه خالص خالص خالص. هل في فرق حركه البيع والشراء السنه اللي فاتت؟ كان السوق شغال ده ثلاث ارباع يا بنتي. السنه اللي فاتت كان السوق ده منظر شارع عبد العزيز، شارع عبد العزيز ده كان على الصفين يمين وشمال. النهارده شارع عبد العزيز عامل زي نادي الزمالك، ما فيهوش اي بياع. طب السنه اللي فاتت عامله السنه اللي فاتت كانت الحركه ماشيه، الاقتصاد كان شغال، كان في حركه، اقتصاد الدوله كان شغال. يعني بص حضرتك الناحيه الثانيه على الشارع، الناحيه الثانيه بص على الناحيه الثانيه، كان بياعين هنا وبياعين هنا، مفيش دخل خالص. عايزك تحكي لي الفرق بين الايراد السنه دي والسنه اللي فاتت. مفيش خالص. حضرتك السنه اللي فاتت كان في حركه، كان في بعد العيد في حركه وفي رمضان ما كانش في حركه. السنه اللي فاتت كانت ماشيه غير الايام دي. على ايه يعني؟ السنه دي مريحه، يعني ابتدت تتحرك شويه، تتحرك شويه بساعة الاستقرار ما حصل. هو شايف حصل معاه كده. انا حضرتك شايف اللي الجواب بصراحه مريح، كل واحد وله رايه برضه عشان ما نظلمش حد في رايهم برضه، هو كل واحد وله رايه، بس الجو مريح بامانه يعني مع الناس كلها. نفس اللي هم يشغلوا الشباب والناس العطلانه دي تشتغل بما يرضي الله. النهارده اغلبيه الشباب كلها قاعده على القهاوي، عايزين نبقى بلدنا دي احسن بلد، لان احنا طول عمرنا في الشارع شقيانين، عايزين نرتاح، عايزين ناخد تجينا عائد علينا. السنين اللي فاتت دي كلها ما خدناش حاجه، طول عمرنا في الشارع، والله يا بنتي طول عمري في الشارع، ما خدت من الدوله دي اي حاجه، ولا حد اداني جنيه، ولا باخد معاش ولا باخد حاجه. عايزين نبقى عيشه امان، عايزين الشباب دي تشتغل، عايزينهم يفعل لهم مصانع، يعملوا لهم ورش، يعملوا لهم اي حاجه يشتغلوا. النهارده ابن الوزير بيبقى وزير، ابن الغفير بيبقى غلبان يترمي على الرصيف. الاسعار الدولار ده الجنيه بتاعنا بقى في الارض، يعني ملناش لازمه في اي دوله. انزلي اي دوله مالكيش اي اهميه، مالكيش اي لازمه، الجنيه بتاعك ملوش لازمه. احنا عايزين الجنيه بتاعنا يبقى فوق، يبقى رافع دماغنا في اي دوله في اي بلد عشان نعرف نعيش، لكن احنا كده مش عايشين ولا احنا عارفين نعيش. بيقولك كمان العيش هيبقى على البطاقه، عمرنا شفنا في حياتنا يبقى العيش على البطاقه يا بنتي؟ معايا 7 عيال هاكلهم منين؟ انا ويقول لك البنزين ب6 جنيه،
ويقول لك الميه هتبقى بكام والنور بيتقطع علينا. انا واحده في الشارع اهو بنزل من الساعه 7 اروح الساعه 1 بسيب عيالي في البيت لوحدهم والنور قطع عليهم. معايا بنات يروحوا فين؟ عايز ارجع جهازي. مش زي بنت اللي حصل. عايزين نعيش في امان، عايزين نعيش في امان، عايزين ناكل ونشرب، عايزين نعيش، عايزين الدنيا اللي جايه تبقى احسن من اللي فاتت. يقولوا الرئيس الرئيس الرئيس، احنا مع الرئيس. لو الرئيس رفع من شاننا، الرئيس يرفع من شاننا، ما ينزلناش الارض. خدنا احنا منه، خدنا ايه من الرئيس اللي قبليه؟ الرئيس اللي قبليه خدنا ايه منهم؟ ما خدناش حاجه. عايزين نعيش، عايزين ناكل ونشرب ونعيش زي البلاد العربية. هي البلاد العربية دي أحسن مننا؟ لو إن إحنا متقدمين، إحنا عندنا طموح إن إحنا نعمل. شبابنا كلها زي الوردة، إيه عايزين يجروا. وبعدين ثبت وجودهم شبابنا في الثورة، عملوا مصر. ما عملناش زي ليبيا ولا زي البلاد التانية. بلدنا أول بلد الحمد لله. مصر 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 هتفضل طول عمرها مصر يا منى. ولا وراها عدو ولا وراها ده يروح بعيد عننا العدو. عارف طريقه فين واحنا طريقنا فين؟ احنا ناس شايلين في الشارع طول عمرنا، ولا قاعدين تحت تكييفات ولا تحت مراوح. احنا في الشمس والحكومه مش سايبانه برضه، ولا الشرطه سايبانه. يعني برضه الشرطه مش سايبانه. انا ست كبيره خدني الاسبوع اللي فات ب 120 جهاز ده مضي عليه وصولات بتاعت ناس كده كده نتحبس. يبقى لازم الشرطة تكون عاطلة مع الشعب. أنا ولاية كبيرة قاعدة في الشارع عايز أكل عيش بشرفي، مش عايز أعمل حاجة غلط، لكن هم هيخلونا نعمل الغلط. يبقى لازم تكون الشرطة حكيمة مع الناس، عارفة الوحش إيه والحلو إيه. هم عارفين كل حاجة.